بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نشرح النهاردة حصة جديدة، الحصة التانية إن شاء الله. نقول بسرعة كده الحصة اللي فاتت كان فيها إيه. الحصة اللي فاتت كنا اتكلمنا فيها عن الـ methods of study، يعني بنشوف إيه الطرق اللي هنقدر ندرس بيها الشرايح بتاعة الهيستولوجي، إزاي نحضر الشريحة بال3 طرق اللي إحنا خدناهم، الفريزنج والسلويدين والبرافين تكنيك اللي هي أشهر حاجة ودي المطلوب فيها الخطوات بتاعتها أسماء. وبعد كده عرفنا ازاي نعمل ستيننج صبغة، وعرفنا اسم اشهر صبغة موجودة عندنا اللي هي اتش اند اي، هيماتوكسلين اند ايوسين. واخر حاجة عرفنا بعد ما نحضر الشريحة نحتاج نحطها تحت مايكروسكوب، فعرفنا الميكروسكوب الانواع اللي كانت عندنا. عندنا مايكروسكوب ضوئي وميكروسكوب الكتروني. الميكروسكوب الضوئي كانت قدرته اقل من الميكروسكوب الالكتروني. جدول المقارنة، الالكتروني الصورة بتبان ابيض واسود، الضوئي بتبان الوان لان احنا بنحط فيه صبغة ملونة اللي هي اتش اند اي. مين الميكروسكوب الأقوى؟ الإلكتروني. تمام، ومين اللي يجيب صورة أوضح؟ الإلكتروني. الإلكتروني كان بيجيب الريزولوشن بتاعه 2 من 10 نانو، يبقى أي حاجة حجمها تكون بالنانو هنشوفها بالإلكترون مايكروسكوب. تمام، حاجة تكون بالمايكرو هنشوفها باللايت، وأكيد هنشوفها بالإلكترون كمان. بسم الله نبدأ. أو الشابتر التاني بقى، الشابتر رقم 2 عندنا اللي هو اسمه السيل، الخلية. طيب عايزين نعرف ايه في الشابتر ده؟ عايزين نعرف التركيب بتاع الخلية، الخلية بتتكون من ايه. عايزين نتفق على حاجة في الأول، أي موضوع هناخده في الهيستولوجي هنبدأ نتكلم أول حاجة فيه، أول نقطة نعرف definition، تعريف أو فكرة عامة عن الحاجة اللي احنا هندرسها دي. بعد كده نشوف لما نبص عليها باللايت مايكروسكوب هيبان شكلها ايه، وبعد كده عايزين نبص عليها بالإلكترون مايكروسكوب. أي حاجة هناخدها هنبص عليها مرة باللايت مايكروسكوب ونبص عليها مرة بالإلكترون مايكروسكوب، وبعد كده نعرف الوظيفة بتاعتها. تمام، الفانكشن، الوظيفة دي قاعدة عامة في الهيستولوجي كله خلاص. ويتبقى بعد كده في بعض الشبات اللي هنحتاج نزود فيها جزء عن المرض. تمام، بس هو مش مهم قوي، يعني اهم حاجة طبعا عندنا هيستولوجي علم، عايزين نشوف الخلية. اول مرة لايت مايكروسكوب، تاني مرة الكترون مايكروسكوب، وبعد كده نعرف الوظيفة وبعض الحاجات هيكون فيها مقدمة. دي نقط هيتم توضيحها في اي حاجة هتشرح في الهيستولوجي. نبدأ الشابتر رقم 2 وهو بيتكلم عن الخلية، عن السيل. طيب يعني ايه خلية؟ عايزين نعرف اول حاجة المقدمة اللي هي التعريف بتاعها. طيب الخلية اول حاجة قال لك ان هي عبارة عن structural and functional unit. يعني ايه؟ يعني هي unit، يعني هي الوحدة التركيبية structure يعني تركيب، والوظيفية function في living organism، بشرط ان الاورجانيزم دوت يكون independent، عنده القدرة ان هو يكون independent existence. يعني ايه independent existence؟ يعني هو يقدر يعيش بنفسه، يقدر يكون الغذاء بتاعه، يقدر يتكاثر، يقدر يعمل كل الخلايا الوظيفية زي الانسان، يعني ما يكونش فيروس، ما يكونش بكتيريا الى اخره يعني. طيب اللي هي الطفيليات اللي هي زي الاميبا مثلا، لكن هنا الخلية يبقى function structure في independent existence، يعني مش طفيليات، مش كائن بيتطفل على كائن تاني في الحصول على غذائه، لا ده هو بيعمل غذائه بنفسه، فعشان كده يبقى عنده خلية. تمام، ده أول حاجة التعريف بتاعها. طيب بعد كده عايزين نعرف الخلية بتتكون من ايه. الخلية بتتكون من cytoplasm أو نواة، nucleus. طيب النواة دي اللي بتحتوي على الجينات. طيب والسيتوبلازم، السيتوبلازم دوت اللي هو المادة الخلالية. عندك خلية اهي، ده شكل الخلية. عندك سيل ميمبرين، ده اللي هو الغشاء بتاع الخلية. وبعد كده عندك نواة في النص كبيرة، وبعد كده التنقيط ده كله المية دي اللي هي السيتوبلازم. السيتوبلازم ده مادة عاملة زي الجيلي اللي بتكون مالية الخلية. تمام، طيب بعد كده عايزين نعرف السيتوبلازم ده بيحتوي على ايه. السيتوبلازم ده بيحتوي على 3 حاجات. رقم 1 أورجانيلز، ده طبع السيتوبلازم. رقم 1 أورجانيلز، يعني ايه أورجانيلز؟ أورجان يعني عضو، أورجانيل يعني عضي، يعني عضو بس صغير زي هرة وهريرة كده. طيب رقم 2 انكلوجن، يعني ايه انكلوجن؟ يعني محتويات. وفرقت ايه الانكلوجن عن الأورجانيل؟ الأورجانيل ده عضو يعني يقدر ينتج. تمام، لكن الانكلوجن دي يعني حاجه ملهاش اي لازمه. زي ايه؟ زي الصبغه اللي موجوده جوه الخليه مثلا،
يعني ما بتقومش بعمليات حيوية، تمام. واخر حاجة رقم 3 اللي هو السيتوسول. السيتوسول دوت اللي هو ايه؟ اللي هو الجيل اللي احنا مالينه. يعني هيبقى عندك اورجانيل عضو، هيبقى عندك انكلوجن زي الصبغة لونها ازرق او الميلانين اللي موجودة في الجلد اللي بتديله اللون بتاعه، تمام. واخر حاجة السيتوسول اللي هو البلازما اللي هي المادة الخلية اللي الكلام ده بيعوم فيها. طيب احنا كده عرفنا التركيب بتاع الخلية. بعد كده في ملحوظة صغيرة بس، ان انت لما بتيجي تبص باللايت مايكروسكوب على السيتوبلازم بتاع الخلية، اللايت مايكروسكوب اللي هو قدرته محدودة ما بتقدرش تفرق بين الاورجانيلز اللي موجودة كتير في الخلية دي او الانكلوجنز. ليه؟ لان قدرته محدودة، دي اول حاجة. تاني حاجة، لان اللايت مايكروسكوب عشان نشوف بيه لازم نصبغ الحاجة اللي قدامنا، خدنا الصبغة اللي اسمها الاتش ان دي، فانت الاتش ان دي اكتر حاجة مشهورة. طيب في بعض العضيات اللي ما بتتشبهش بالاتش ان دي زي الميتوكوندريا، مش بتتسبب بالاتش ان دي، فبالتالي انا مش هشوفها، فدي مشكلة. عشان كده انا مش بقدر افرق كل العضيات باللايت مايكروسكوب لما بصبغه بالاتش ان دي. في بعض العضيات اللي بتحتاج سبيشال ستين، صبغة خاصة بيها. طيب وباللايت مايكروسكوب لما نيجي نبص هنلاقي النيوكليس بيبان لونها ازرق. ازرق دي يعني اتصبغت بايه؟ بالهيماتوكسلين. الهيماتوكسلين كان لونه ازرق اللي هو الاتش، واليوسين كان لونه احمر، تمام. فهي اتصبغت بالازرق، يبقى يتقال عليها اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ يتقال عليها بيزوفيليك لان هي اتصبغت بالازرق. بيزك قاعده، يتقال عليها بيزوفيليك. طيب ندخل بعد كده على الاورجانيلز اللي عندنا. هناخد احنا هنشرح بقى في الشابتر ده ايه هي دي الحاجات اللي احنا هنشرحها. هناخد رقم 1 الاورجانيلز اللي هي العضيات. رقم 1 هنشرح الاورجانيلز، ايه العضيات اللي موجوده في الخليه. رقم 2 هنبدا نشرح الانكلوجنز، يعني ايه المحتويات اللي موجوده، على سبيل المثال الصبغه. واخر حاجه هناخد السيتوبلازم بتاعه. طبعا ما تنساش ان النيوكليوس دي حاجه اساسيه، ده السنتر والمركز المتحكم في الخليه اصلا، ده اللي احنا هنشرحه. فهنبدأ بأول حاجة اللي هي الأورجانيلز، تمام. في جدول عندكم في الأول مقارنة ما بين الأورجانيلز والإنكلوجن، يفهمك الفرق بين الاثنين أو أمثلة عليهم. ملوش أي لازمة إن أنت تقراه دلوقتي ولا تحفظ الأسماء اللي فيه، لأن الأسماء غريبة وأنت مش هتبقى فاهم عنها حاجة. إحنا لما هنشرح الأورجانيلز بالتفصيل ونشرح الإنكلوجن بالتفصيل أنت هتبقى عارفهم بمنتهى السهولة. اللي عايزك تعرفهم من الجدول بس كلمتين، إن الأورجانيلز دي أكتف، خلاص. إن الأورجانيلز اكتف يعني ايه؟ اكتف يعني نشطه، خلاص. عضيات، عضو يعني بينتج، خلاص، بروتين كربوهيدرات. لكن الانكلوجن دي انرت. انرت يعني ايه؟ انرت يعني خامل، الغاز الخامل. انرت جاز، غاز خامل، خلاص. خامل يعني ايه؟ ما بتعملش وظيفه زي الصبغه، هي الصبغه ما بتقومش بوظيفه حيويه، تمام. طيب بعد كده نبدا نشرح. هناخد اول حاجه الاورجانيلز، يبقى هنبدا رقم 1 بالاورجانيلز. خلاص الاورجانيلز قال لك ان هي بتنقسم لحاجتين، يا اما ميمبرينس يا اما نون ميمبرينس. طيب يعني ايه ميمبرينس؟ ميمبرينس يعني محاطه بميمبرين، حواليها غشاء زي الغشاء بتاع الخليه ده كده، خلاص. نون ميمبرينس يعني عضو ملوش ميمبرين، عضو موجود بس الحاجه اللي هتشتغل فيه لكن هو ملوش ميمبرين. طيب هنتناول اول حاجه، يبقى احنا بدانا شرحنا السيل، بعد كده قلنا عندنا نيوكليوس وسيتوبلازم. نشرح السيتوبلازم اللي بيحتوي على اورجانيلز وانكلوجن وسيتوسول. نبدأ بالاورجانيلز. الاورجانيلز عندنا في منها الممبرينس والنون ممبرينس. هنشرح رقم 1، نبدأ بالممبرينس اورجانيلز، وبعد كده رقم 1 في الممبرينس اورجانيلز سيل ممبرين، خلاص. اسمه سيل ممبرين، اسمه ممبرين، خلاص. يبقى الحصه بتاعتنا ان شاء الله النهارده والحصه الجايه كمان هنتكلم عن السيل ميمبرين. هنشرح السيل ميمبرين. السيل ميمبرين دوت اللي هو الغشاء اللي بيحيط بالخلية. طيب بعد كده عايزين نتكلم على السيل ميمبرين. نقول أول حاجة الديفينيشن بتاعت السيل ميمبرين. والله السيل ميمبرين دوت السيل ميمبرين دوت السيل ميمبرين ليه كذا اسم. أول حاجة إن هو السيل ميمبرين يعني الغشاء المحيط بالخلية، تمام. تاني حاجة اسمه بلازما لما. يعني ايه لما؟ لما يعني غشاء زي الممبرين بالظبط بس باللاتين، تمام. واخر حاجه بلازما ممبرين. يبقى دول ثلاث اسماء معناهم سيل ممبرين. يبقى اول حاجه بلازما، اول حاجه سيل ممبرين، تاني حاجه بلازما لما، دي الكلمه الغريبه، واخر حاجه بلازما ممبرين. طيب ايه التعريف بتاعه؟ قال لك ان السيل ممبرين ده ما هو الا ليميتنج ممبرين، يعني هو
غشاء عامل ليميت للخلية، عامل ليميت يعني بيحدها خلاص، يبقى ليميتنج ميمبرين موجود حوالين الخلية علشان يفصلها عن البيئة الخارجية خلاص، زي عندك قلعة والسور بتاعها، سيل ميمبرين دوت السور بتاعها. طيب يبقى دوت خدنا الديفينيشن بتاعه خلاص، يبقى تبقى ليميتنج ميمبرين سراوندنج السيل وبيعمل لها ليميت عن الاوتر انفايرمنت. بعد كده نبدأ نبص على مين؟ نبص عليه باللايت مايكروسكوب. طيب لما نبص عليه باللايت مايكروسكوب هنشوف ايه؟ اللايت مايكروسكوب في السيل ميمبرين مش هنشوف فيه حاجة خلاص، نوت فيجواليزد. ليه؟ لأن السيل ميمبرين سمكه بيكون من 7.5 ل 10 نانو، عشان كده أنا هشوفه بالإلكترون مايكروسكوب خلاص. يبقى الإلكترون مايكروسكوب هو اللي بنشوف بيه السيل ميمبرين. ليه؟ أصل هو من 7.5 إلى 10 نانومتر، عشان كده أقدر أشوفه بالإلكترون مايكروسكوب، لكن ما أقدرش أشوفه باللايت مايكروسكوب خلاص لأنه رفيع جدا. بس بين قوسين قال لك ان احنا ممكن نشوفه بالسبيشال ستين. يعني ايه سبيشال ستين؟ يعني صبغه خاصه. طب انت دلوقتي بتقول لي سيل ميمبرين انا مش هقدر اشوفه لانه رفيع جدا، طب انت لما تصبغه بصبغه خاصه انا استفدت ايه؟ يعني هي هتديني لون بني مثلا، انا مش هشوفه برضه لانه هو رفيع. طيب الصبغه الخاصه اللي هنا مثال عليها مثلا الفلوريسنس. يعني ايه فلوريسنس؟ يعني فوسفور، ماده مشعه، فانا هستدل على وجوده. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي سيل ميمبرين انا مش شايفه، سيل ميمبرين هنا انا مش شايفه، دلوقتي انا صبغته بصبغه مشعه، الصبغه المشعه دي راحت مسكت فيه فبقى بيشع ضوء، فانا لما ابص تحت اللايت مايكروسكوب هلاقي فيه حاجات منوره تمام، فبالتالي انا شفته او انا استدليت على وجوده، انا مش شفتوش هو نفسه بس استدليت على وجوده خلاص. يبقى اول حاجه السيل ميمبرين مش هنشوفه باللايت مايكروسكوب، وده لانه رفيع جدا وهنصبغه بسبيشال ستين. بعد كده هنبص عليه باللايت مايكروسكوب هيبان عندك ان هو سمكه من 7.5 ل 10 نانو خلاص. بعد كده هيبقى ليه شكل مميز، الشكل المميز ده اسمه تراي لامينر ابيرنس خلاص، هنشرحها دلوقتي بالتفصيل بس اعرفها. تراي يعني ثلاثة باللاتيني، لامينر يعني غشاء خلاص زي اللمة كده، لامينر ابيرنس خلاص هيبان على شكل ثلاث خطوط كده خلاص، بس اللي في النص ده بيكون شفاف ما بشوفوش. طب الرسمة الصح بقى بتبقى ازاي؟ تبقى كده كده وخط فاتح في النص خلاص، يبقى ده تراي لامينر. تراي ادي واحد ادي اتنين والفاتح اللي بينهم دوت تلاتة خلاص، يبقى ده تراي لامينر ابيرنس. طيب كنا خدنا الحصة اللي فاتت لما شرحنا الخطوات بتاعة البارافين تكنيك، كنا قلنا في خطوة بنعمل فيكسيشن. فيكسيشن يعني ايه؟ يعني بنثبت العمليات الحيوية اللي بتكون في الخلية عن طريق ان احنا كنا بنحطها في فورمالدهايد 4% فورمالين تمام. طيب لما هنيجي نحضر الالكترون مايكروسكوب بنعمل فيكسيشن برضه، بس مش بالفورمالين، بنعملها هنا باوزميك اسيد او اسمها التاني اوزميوم تتروكسايد، الاثنين نفس الحاجه خلاص. الاوزميك اسيد دي بيكون لونها اسود، فاحنا لما بنجيب الشريحه بتاعتنا اللي هنحطها في لايت للالكترون مايكروسكوب ونحطها في الاوزميك اسيد او الاوزميوم تتروكسايد، في بعض الاجزاء فيها بتبان لونها اسود. ليه؟ لان الاوزميك اسيد بتترسب عليها فبتديها اللون الاسود. من الاخر يعني هي اترسبت هنا الاوزميك اسيد على اللاير اللي بره دي واللاير اللي جوه دي، وما اترسبتش على اللاير اللي في النص، عشان كده اداك اتنين غامق وواحده فاتحه وبقى اسمه تراي لامينر ابيرنس. بعد كده معظم الخلايا او كل الخلايا الحيويه لما جينا بصينا عليها وبدانا نشوف السيل ميمبرين بتاعها لقيناها كلها ليها نفس الشكل ده اللي هو تراي لامينر ابيرنس، فبالتالي اطلق عليه اسم يونت ميمبرين. يعني ايه يونت ميمبرين؟ يعني يونت يعني وحده بناء الممبرين، يونت ممبرين وحدة بناء ممبرين. فكلمة يونت ممبرين دي هي تراي لامينر ابيرنس. ليه؟ لأن السيل ممبرين في أي حاجة في الليفنج أورجانيزم بيبان بشكل تراي لامينر ابيرنس. طيب الحتة الغامقة دي بيتقال عليها اسم الكترون دنس، الحتة الفاتحة بيتقال عليها اسم الكترون ليوسن. طبعا مش فاهمين حاجة بس هنوضحها دلوقتي خلاص. المهم يبقى احنا كده خلصنا أول جزء في المحاضرة. طيب تاني جزء ان احنا لما بصينا باللايت مايكروسكوب هيبدا يظهر عندنا حاجه اسمها المولكيولار ستراكشر. يعني ايه المولكيولار ستراكشر؟ المولكيولار ستراكشر مولكيول خلاص، مولكيول يعني جزيئي، مولكيولار ستراكشر مولكيولار يعني تركيب جزيئي. تركيب جزيئي يعني ايه؟ يعني تبدا تبص على السيل ميمبرين تشوف التفاصيل الدقيقه بتاعته. احنا كل اللي قلناه ان هو تراي لامينر بيبقى عندنا بالشكل ده خلاص، لكن ما قلتليش بقى التفاصيل الشكل ده ليه، ده اللي احنا عايزين نفهمه دلوقتي خلاص. بالنسبه للمولكيولار ستراكشر بيبدا يبان
ليبيد باي لاير. خلاص بيبان ازاي؟ ليبيد باي لاير. هو اي حاجه في جسم الانسان، اي عضو في جسم الانسان، جسم الانسان عموما بيتكون من 3 مركبات. هما ايه؟ رقم 1 بروتين، رقم 2 ليبيد اللي هو الفات اللي هي الدهون، ورقم 3 كربوهيدرات اللي هي النشويات. خلاص طيب، اي حاجه في جسم الانسان وكذلك السيل ميمبرين ده جزء من جسم الانسان، فهنلاقيه بيتكون من بروتين وليبيد وكربوهيدرات. التركيب الاساسي هنا الليبيد، فبتبقى اسمها ليبيد باي لاير. يعني ايه ليبيد باي لاير؟ باي خدنا تراي يعني 3، باي يعني 2، تمام. باي لير، لير يعني طبقة، يبقى بيتكون من طبقتين من الليبد. طيب فين الطبقتين اللي من الليبد؟ هم دول الرؤوس اللي انا عاملها دي اللي هي باللون الاسود دي، ادي لير وادي لير، ودي بتبقى اللير الفاتحة اللي في النص، تمام. طيب ايه الفرق بينهم؟ اول حاجة نبدأ بقى نتكلم عليها اللي هي الليبد، تمام. الليبد ايه انواع الليبد اللي موجوده عندنا؟ ممكن يكون فوسفو ليبد، ممكن يكون جلايكو ليبد، ممكن يكون كوليسترول. يعني ايه ده الكلام دوت؟ يعني ايه فوسفو ليبد؟ يعني ليبد دهون ومربوط فيها فوسفور. جلايكو ليبد يعني ليبد ومربوط فيها جلايكوجين اللي هي الكربوهيدرات. اخر حاجه الكوليسترول دي يعني كلها ليبيد، 100% ليبيد، تمام. دي الثلاث صور بتاعه الليبيد اللي بتبقى موجوده عندنا في السيل ميمبرين. طيب بعد كده الليبيد بقى نفسها بتتكون من ايه؟ بتتكون من اللي بالاسود اللي في الرسمه ده، هو دوت الليبيد. خلاص يبقى دي ليبيد ودي ليبيد. خلاص اللي بالاحمر ده اللي هي البروتينات، يبقى اللي بالاحمر ده اللي هو البروتين، كل الاحمر ده بروتين، كل الاسود ده ليبيد. خلاص يبقى عشان كده اسمه ليبيد باي لاير، ادي لاير وادي لاير، يبقى 2. خلاص طب كلمه تراي لامينر، ادي لاير وادي لاير وفي لاير كمان في النص. يبقى السيل ممبرين ليه اسمين ما نلخبطهمش، حاجه اسمها تراي لامينر وحاجه اسمها ليبيد باي لاير. خلاص ازاي تراي وازاي باي؟ باي دي يعني طبقتين من الدهون، ادي واحده وادي واحده، يبقى كده ليبيد باي لاير. طب تراي يعني ايه؟ يعني ادي واحده وادي واحده وفي واحده فاتحه في النص. خلاص عايزين نفسر بقى الكلام ده. طيب ليه دي غامقه، الراس غامقه، او ليه بره غامق وفي النص فاتح؟ الليبيد باي لاير او الليبيد مولكيول الواحد بيتكون من ايه؟ بيتكون من جزئين، يا اما هيد يعني راس، يا اما تيل يعني ديل. خلاص طيب الاول في حاجه عايزين نفهمها بس كده عشان نبقى مركزين، ان عندك الخليه اهي، ادي الخليه فيها سيل ممبرين وفيها في النص نواه، تمام. من بره من هنا ده الاوتر سيرفيس بتاع الممبرين، من جوه من هنا ده الانر سيرفيس بتاع الممبرين. انا لما هاجي اقطعها كده واعمل زوم وابص عليها بالالكترون مايكروسكوب يبدا يظهر عندي الشكل ده. خلاص هيبقى عندي من هنا كده ده الانر ميمبرين، من هنا ده هيبقى الاوتر ميمبرين او الاوتر سيرفيس، يعني الاوتر سيرفيس والانر سيرفيس. خلاص الوجه الخارجي والوجه الداخلي، تمام، هنحتاجها. طيب بعد كده نرجع تاني بقى، يبقى الليبد بتتكون، الليبد مولكيول الواحد بيتكون من هيد، ادي هيد اهي، وادي تيل، هيد وادي تيل، هيد وادي تيل. خلاص الهيد بتكون بولر، الهيد بتكون هيدروفيليك، التيل العكس بيكون نون بولر بيكون هيدرو فوبيك. قلنا فوبيك يعني فوبيا، يعني بيخاف يعني بيكره، فيليك يعني محب. خلاص وهيدرو يعني ميه. طيب عايزين نفهم حاجه، الهيد بولر يعني ايه بولر؟ بولر يعني قطبي. خلاص يعني ايه قطبي؟ يعني متأينة، يعني فيها سالب وفيها موجب، هو ده معناها. وبانها قطبيه
إذا هي محبة للمية. ليه؟ لأنها متأينة فبتتأين في المية، خلاص، فعشان كده هي هيدروفيلك، يعني محبة للماء. طيب التيل اللي هو الديل ده بيكون نون بولر، يعني غير متأين، ما فيهوش شحنات ولا موجبة ولا سالبة، فبالتالي بيكون هيدروفوبيك. تمام؟ هيدروفوبيك يعني كاره للمية. فعشان كده احنا لما جينا عملنا الخطوة بتاعة الفيكسيشن واحنا بنحضر الشريحة بتاعة الالكترون مايكروسكوب، قلنا بنحطها في الاوزميك اسيد او الاوزميوم تتروكسايد، خلاص، المادة بتاعة الفيكسيشن، وقلنا المادة دي لونها اسود، خلاص. فالصبغة دي لما جيت حطيت الشريحة فيها، بدأت الرؤوس اللي هي البولر المتأينة اللي بتحب المية او بتحب الصبغة عموما، بدأت تنجذب، الشحنات بتاعتها تنجذب للصبغة او تجذب الصبغة ليها، عشان كده الهيد بانت لون اسود، خلاص. لكن الديل ده نون بولر هيدروفوبيك، يعني بيكره المية، بيكره الصبغة، فعشان كده الاوزميك اسيد ما ترسبتش على الديل، وبالتالي هيظهر عندنا بالشكل ده، ان انت هيبدأ يظهر عندك الرؤوس اسود اللي هي اترسب عليها. شكل تبسيطي ليها بقى، رؤوس سودا اترسب عليها الاوزميك اسيد، خلاص، اللي هي البولر او الهيدروفيلك. ادي رؤوس سودا ترسب عليها الاوزميك اسيد اللي هي البولر، خلاص. وفي النص ديل، الديل نان بولر مش عليه صبغة، عشان كده مش هيبان عندك، عشان كده اداك في خط اهو باي لاير او تراي لامينر، خلاص. الديل مش هيبان، ده تركيب تجزيئي، فعشان كده يعني ده حاجة زوم اكتر، فعشان كده موضحينها يعني، خلاص. يبقى اتكلمنا كده اول حاجة عن الليبت بالتفصيل. يبقى اول حاجة اتكلمنا عليها الليبت، الثلاث صور، يا اما فوسفوليبيد يا اما جلايكوليبيد يا اما كوليسترول، بيبقى بيتكون من ليبت باي لاير. ليبت باي لاير يعني طبقة خارجية وطبقة داخلية. طيب جزيء الليبت الواحد بيتكون من هيد اللي هي بولر، اللي هي هيدروفيلك، اللي هي متأينة، اللي هي عليها الأوزميك أسيد، فعشان كده بانت باللون الأسود لما بصينا عليه بالإلكترون مايكروسكوب. وبالنسبة للتيل نان بولر هيدروفوبيك، فالصبغة مش صبغته أو ما انجذبتش ليه، فعشان كده ما بانش عندنا. طيب بعد كده ندخل على الجزء الثاني اللي هو البروتين، رقم 2 بروتين. طيب البروتينات اللي في السيل ميمبرين بتكون موجودة ازاي؟ أول حاجة البروتين دوت is the major component أو constituent، يعني إيه؟ يعني هو المركب الكبير اللي موجود في السيل ميمبرين، شاغل أكبر حيز. هي الليبت كتير بس حجمها صغير، لكن البروتينات كبيرة، خلاص. يبقى أكتر حاجة منتشرة هي البروتين. طيب بعد كده البروتين عندنا فيه منه نوعين، يا إما integral بروتين يا إما peripheral. بريفرال يعني طرفي، انتجرال يعني انتجرال يعني مش عارف اقولها، بس هو يعني معدي في السيل ميمبرين كله، يعني ده انتجرال، خلاص، بيعدي من الميمبرين كله من جوه لبره، خلاص. لكن البريفرال بيبقى موجود في ناحية واحدة بس، يا اما جوه يا اما بره، خلاص. ما ننساش ان في عندنا انر سيرفيس اللي هو جوه ده، في اوتر سيرفيس اللي هو جاي من بره. الانتجرال بروتين ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن بروتينات بتبقى موجودة في السيل ميمبرين، شغلة السمك بتاع السيل ميمبرين كله، جايبه من جوه لبره، خلاص. يعني لو حبينا نرسمه هنا هنرسمه كده، جايبه من جوه لبره، خلاص، بالظبط، عامل زي البوابة. الانتجرال بروتين دوت عامل زي البوابة. طيب بعد كده البريفرال بروتين ده بيكون موجود بره بس او جوه بس على ناحيه واحده. بريفرال يعني طرفي، انتجرال يعني معدي في كله. فالانتجرال ده بيكون فيرم يعني قوي، لانه معدي في السيل ميمبرين، فبيبقى قوي، صعب انه يطير يعني. والحاجه التانية ان هو بيجيب السبان. السبان يعني ايه؟ يعني سمك السيل ميمبرين كله، خلاص. طيب الوظيفه بتاعته ان هو بيشتغل كايون شانل. ايون شانل يعني ايه؟ ايون شانل، شانل يعني قناة، وايون يعني ايونات، خلاص، ايون شانل. ليه؟ هو معدي، هو عامل زي البوابة بالظبط. فانت ممكن يكون عندك بوتاسيوم هنا، ده ايون اهو، عايزين نعدي ندخله جوه، هنعمل ايه؟ بيقوم جاي معدي جوه البروتين ده، بيبقى فيه البروتين بيبقى مجوف او عامل بوابات، فيبدأ يدخله جوه، يبقى دي ايون شانل. طيب الوظيفة التانية بتاعته ان هو كارير. يعني ايه كارير؟ كارير يعني حامل. يعني ايه حامل؟ يعني وسيلة مواصلات، يعني ممكن يجي الصوديوم ايون برضو اهو، يجي يربط هنا، خلاص،
وبعد كده البروتين ده يتشقلب، فالصوديوم يبقى جوه وده يبقى بره. يعني في مثلا بوتاسيوم جوه هنا هنخرجه وندخل من كام صوديوم، البوتاسيوم يربط هنا، الصوديوم يربط هنا، تتشقلب زي المرجحة، البوتاسيوم هوب بقى بره، الصوديوم بقى جوه، خلاص. يبقى الوظيفة بتاعت الانتجرال بروتين يا اما ايون شانل بيدخل ايونات، او كارير يعني بيحامل، خلاص، او وسيلة مواصلات يعني. بعد كده النوع التاني بتاعنا اللي هو البريفرال بروتين. البريفرال بروتين ده بيبقى موجود على ناحية واحدة بس، خلاص، وبيبقى موجود مينلي على الانر سيرفيس. الانر سيرفيس دوت اللي هو ناحية جوه، اللي هو السهم ده، خلاص، اللي هو اسم تاني ليه سيتوبلازميك سيرفيس. يعني ايه سيتوبلازميك سيرفيس؟ يعني موجود ناحية السيتوبلازم. هو مش ده السيتوبلازم، فيبقى ده السيتوبلازميك سيرفيس، خلاص، لكن دوت الاوتر سيرفيس، تمام. يبقى البريفرال موجود مينلي على الانر سيرفيس او السيتوبلازميك سيرفيس، هو ده، خلاص. طيب بعد كده ندخل على المركب الثالث عندنا اللي هو الكربوهيدرات. الكربوهيدرات بتبقى موجوده في السيل ممبرين على شكل ايه؟ بتبقى موجوده على شكل حاجه اسمها جلايكوكاليكس، خلاص. جلايكو يعني جلايكوجين، كربوهيدرات، كاليكس يعني كاس، يعني بيبقى شكلها عامل كده، شكلها جلايكو كاليكس، خلاص. بتبدأ تكون سيل كوت. هو كوت يعني ايه؟ كوت يعني بلطو، خلاص، كوت يعني بلطو او غشاء عليها من بره. من الاخر الكربوهيدرات بتبقى موجودة على شكل جلايكو كاليكس، وبتكون موجودة اونلي 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 على الاوتر سيرفس، خلاص. يبقى جلايكو كاليكس هنا، ادي كاس اهو، ادي كاس هنا، ممكن يمسك في البروتين، كاس جلايكو كاليكس موجودة في الأوتر بس، مش موجودة في الإنر. البروتين البريفرال بروتين موجود مينلي على الإنر، يعني ممكن تلاقي واحد أو اتنين أوتر عادي، لكن الكربوهيدرات موجود بره بس. طيب الجلايكو كاليكس ده بره بيعمل إيه؟ بيعمل سيلكوت، بيعمل بلطو، موجود هنا فهو عامل زي الغشاء اللي موجود على السيل ممبرين من بره، ده الكربوهيدرات. بيبقى مربوط في إيه بقى؟ ممكن يكون مربوط في الفوسفوليبيد، يعني في الليبيد، وممكن يكون مربوط في البروتين، خلاص. ممكن يكون ماسك في البروتين، الجلايكوكاليكس ده ممكن يكون ماسك في البروتين كده، ممكن يكون ماسك في الفوسفوليبيد كده، تمام. طيب يبقى كده خدنا التركيب بتاع السيل ممبرين، المولكيولار ستراكشر. اول حاجه الليبيد بايرير بالتفصيل اللي هو الاسود، بعد كده البروتين اللي هو لونه احمر، واخر حاجه الجلايكوكاليكس اللي هي الكاليكس اللي موجوده بره بس، وتكون السيل كود. بعد كده محتاجين نعرف اخر حاجه الفانكشن بتاعت السيل ميمبرين. ما احنا قلنا اي حاجه هنتكلم عليها، هنتكلم عن ديفينيشن او مقدمه، قلنا الديفينيشن بتاع السيل ميمبرين، بعد كده قلنا اللايت ميكروسكوب بتاعه، وده اللي كنا بنحكي فيه الالكترون مايكروسكوب، واخر حاجه الفانكشن بتاعت السيل ميمبرين. طيب ما هي وظائف السيل ميمبرين؟ وظائف السيل ميمبرين قلنا اول حاجه ان هو يعمل زي البوابه بتاعت القلعه، خلاص. الفانكشن بتاعت السيل ممبرين رقم واحد keep constant environment. يعني ايه keep constant environment؟ يعني بيحافظ على البيئة بتاعت الخلية، دي رقم واحد. البيئة بتاعت الخلية بيحافظ على الخلية، البيئة الداخلية بتاعتها من البيئة الخارجية، ادي السيل ممبرين والنيوكلي، هو بيحافظ على ده من الاكسترنال، مش ممكن يكون في بكتيريا او فيروس هنا مش يجي يدخل على النواة على طول يعني، او على الخلية. الوظيفة التانية إن هو بيديها الشيب، الشكل بتاعها، الشكل بتاع الخلية، ما كل خلية ليها شكل. النيرف سيل خدناه في الأحياء إن كان شكلها كده. طيب مين اللي بيديها الشكل ده؟ النيرف سيل، الخلية العصبية، السيل ميمبرين إلى آخره، الليفر، الليفر سيل، خلايا الليفر، خلاص. طيب يبقى أول حاجة كيب الانفايرومنت، تاني حاجة كيب الشيب. بعد كده رقم ثلاثة بيشتغل كسيلكتيف بارير. يعني ايه سيلكتيف بارير؟ بارير يعني حاجز، سيلكتيف يعني بيختار، يعني بالظبط عامل زي فرض الامن اللي موجود على السيل ممبرين بتاع الخليه عشان يختار مين يدخل ومين ما يدخلش، عشان يدخل لنا الغذاء. عندك بروتين او كربوهيدرات عايز تدخل الخليه، يقول له اه خش ماشي، لكن في بكتيريا عايزه تدخل، لا، يقول لها لا انت ما تدخليش، عشان كده هو اسمه سيلكتيف بارير. بعد كده ممكن يشتغل كسبيسيفيك ريكوجنيشن. يعني ايه سبيسيفيك ريكوجنيشن؟ ريكوجنيشن يعني تعرف. طيب بيتعرف على ايه؟ واحنا مش عندنا في حاجه اسمها الهرمونات،
طب الهرمونات دي على سبيل المثال الانسولين، خلاص الانسولين ده بيعمل ايه؟ بيساعد على حرق الجلوكوز وبيساعد على ادخال الجلوكوز جوه الخليه. طيب انت عندك غذاء جلوكوز عايز يدخل جوه الخليه، الانسولين هو اللي هيدخله. طب يبقى من الاخر الانسولين بيبقى ليه ريسبتور هنا يجي يربط فيها عشان يدي اشاره للخليه يقول لها يا خليه افتحي البوابات في جلوكوز جاي عشان تدخليه. يبقى دي السبيسيفيك ريكوجنيشن. واخر وظيفه ليه ان هو بيعمل ريجيوليشن. يعني ايه ريجيوليشن؟ يعني وظيفه تنظيميه، خلاص تنظيم. هنقول ايه في الريجيوليشن او هنشرح فيها ايه هي بالظبط؟ ما هو اشتغل كسلكتيف بارير واشتغل كريكوجنيشن، هما الوظيفتين دول هما الريجيوليشن، يعني تنظيم بينظم دخول الحاجات سلكتيف بارير وبيمنع البكتيريا، وبعد كده ريكوجنيشن عن طريق ان هو يتعرف على الهرمون او الانتجين كده. ان شاء الله ده الجزء الاول من الجزء الأول في السيل ميمبرين بتاع المحاضرة التانية إن شاء الله، أو أول محاضرة في شابتر السيل. اقروها وحاولوا تفهموا الكلام من الكتاب، واللي عايز يسأل على أي حاجة في الكتاب اللينك بتاع الجروب هتلاقوه موجود تحت الفيديو. اللي محتاج يسأل على أي حاجة يدخل على الجروب ويسأل، وإن شاء الله هحاول أفكه يعني على قد ما يقدر. وربنا معاكم.